بكم إلى هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين. قضية ليس يسار المقداد يتهم الكنيسة وتريث في إزالة مخالفة البناء. بوصعب يكرر التأكيد الامتحانات ستحصل ولو بطريقة غير مسبوقة. تتابعون في النشرة مفاوضات أمريكية إيرانية في جنيف الاثنين المقبل. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد ونيكول الحجم. مساء الخير. يسار المقداد رجل في الأخبار، لا يهاب قضاء يتهم الكنيسة بالاعتداء عليه، لا أحد يحرك ساكنا على ما يقوله، رجل أقوى من الدولة وأقوى من الكنيسة، فرد في لبنان يتحدى الدولة فتتريث في تطبيق القانون. لماذا يا ترى؟ هل لأن فردا أقوى من الدولة؟ هذه عينة من قضية لاسا التي شغلت آخر أيام الأسبوع ولم تفلح كل المساعي في معالجتها بأن يسار المقداد أقوى من الدولة. أما القضية الأخرى فهي قضية سلسلة الرتب والرواتب التي تفرعت عنها قضية الامتحانات الرسمية التي كرر وزير التربية أنها ستحصل ولو بطريقة غير مسبوقة من دون أن يحدد كيف. دوليا، خبر بارز قفز إلى الواجهة وهو المفاوضات الأمريكية الإيرانية في جنيف الاثنين والثلاثاء المقبلين. البداية من لاسا، وإلى هناك ننتقل مع الزميلة ندى أندراوس عزيز للاطلاع على آخر الأجواء والتطورات. ندى، ماذا يحصل في هذه الأثناء في لاسا؟ يعني طبعا هو هذا المساء بدأ يخيم على لاسا وسط جو من البرد والضباب. القوى الأمنية لا تزال عند مداخل ورشة البناء التي يقوم بها ابن لاسا يسار المقداد. العمل متوقف منذ أن حضر عناصر من القوى الأمنية بعد ظهر اليوم وأخرجوا العمال، ومن ثم بعد صدور قرار مدعي عام جبل لبنان كلود كرم بإزالة المخالفة، ولكن المخالفة لم يتم إزالتها حتى الآن لأن هناك نوع من التريث، لأن هناك اتصالات تنشط على مستوى سياسي وحزبي على مستوى رفيع بحسب ما علمنا لإيجاد مخرج يعني يحل المشكلة بين الطرفين، أكان من قبل الكنيسة المتمثلة بمطرانية الموارنة في جوني أو يسار المقداد بن لاسا. وبالتالي العمل متوقف في الورشة، لا يزال هناك مواطنون، لا تزال القوى الأمنية عند مداخل الورشة، ولا تزال الاتصالات ناشطة ليبنى على شيء مقتضاه بعد انتهاء هذه الاتصالات. ولكن يعني إشارة المدعي العام صدرت وهي الآن يعني تنتظر التنفيذ، وبحسب ما علمنا ليس هناك من سقف زمني محدد للتنفيذ. طبعا هذا يبقى رهن المعالجة السياسية للأمور.